مساء الخير على حضراتكم، يا رب تكونوا طيبين، يا رب تكونوا كويسين حتى لو كانت الألام موجودة. النهاردة فقدت مصر الحقيقة 10 من ولادها، 10 كانوا بيدعموا الدعم اللي حضراتكم بتاخدوه، سابوا لكم الحقيقة الدعم اللي انتوا قاعدين تتكلموا فيه. 10 من ولادها الحقيقة راحوا النهاردة الفجر في محاولة أو في حادث أو في هجوم إرهابي خسيس. 10 راحوا النهاردة في رد طبيعي على إعلان المشير خليفة حفتر في ليبيا الاستيلاء أو تحرير بنغازي بدعم معروف من مصر، وفي رد طبيعي على اللي بيحصل مع قطر وبيحصل أو بيجي رده من القاهرة يوم الأربع اللي فات. 10 راحوا النهاردة من ولادنا في هجوم على جنوب رفح، مات فيه 40 أو قتل فيه 40 من التكفيريين. يبقى السؤال، هما كانوا بيهجموا بقد إيه؟ وما زال البحث جاري عن بقية المجرمين. لا تعليق غير مصر بتكمل طريقها، الجدعان بيروحوا وإحنا إن شاء الله محصلينهم، يا بختهم، يا رب تكون نهايتنا نفس النهاية اللي هما راحوا بيها، يا بختهم يا طيبين. النهاردة الحقيقة مصر بتأكد للمرة المليون إنها في حرب، إذا الدعم حرب فالدم حرب، يا رب يصبر أهاليهم. تصدت قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء بالتعاون مع القوات الجوية لمحاولة استهداف بعض نقاط الارتكاز الأمني جنوب مدينة رفح فجر اليوم، أسفرت عن مقتل أكثر من 40 تكفيريا وإصابة العشرات منهم وتدمير عدد من العربات المشاركة في تنفيذ الهجوم. وعلى الفور تحركت عناصر الدعم من قوات إنفاذ القانون لمعاونة أعمال قتال العناصر داخل نقاط الارتكاز الأمني بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة، حيث تم حصر وتدمير العناصر الإرهابية وإصابتها إصابات مباشرة وتكبيدها خسائر فادحة، فيما تواصل القوات تمشيط المناطق المتاخمة لمحيط الهجوم والقضاء على باقي العناصر الإرهابية التي فرت هاربة في الدروب الصحراوية والزراعات بمنطقة الهجوم. وقد أسفرت العملية عن استشهاد وإصابة 26 فردا من أبطال القوات المسلحة. وهكذا طيبين، في حرب دم وفي حرب دعم. الدعم الحقيقة مهم، وأيوة الحياة صعبة وغالية، بس الحقيقة اوعى تفتكروا ان الإصابات اللي بيتكلم عنهم البيان العسكري بتبقى خدش وجرح. ربنا ما يوريكم ويشفي الطيبين ويقويهم ويجازيهم على قد ما ضحوا وادوا للبلد دي. ونبدأ طيبين حلقة النهاردة اللي ممكن تكون الحقيقة إجابة لسؤال اللي حصل النهاردة الفجر. السؤال بيقول، هو التاريخ بيقول ايه؟ التاريخ بيقول ان المنطقة دي من شبه الجزيرة العربية بيشار ليها، اعني قطر، بيشار ليها في الخرائط القديمة جدا باسم كتارا أو كدارا، وبالتالي عيب دلوقتي لما اختلفنا يطلع اللي يقول أصل اسمها نسبة لواحد من الخوارج مش عارف اسمه إيه، والناس تقول أعوذ بالله، يا ريت نبطل ندخل الدين في كل كبيرة وصغيرة، لأن لو هي بالحقيقة نسبة للخوارج أمال سكتوا ليه بتوع الدين على قطر السنين دي كلها؟ ما هي بقالها الحقيقة 46 سنة شايلة اسم قطر، ما قلتوش الكلام ده غير النهاردة ليه؟ ونرجع تاني للتاريخ علشان تأكدوا ان التاريخ بيقول ان قطر بعد انهيار الدولة العثمانية كانت زي مناطق كتير في المنطقة محمية بريطانية لحد ما تم اعلانها كدولة سنة 1971، وكان الحكم فيها لقبيلة آل تاني اللي اكيد مرت بخلافات وتوترات مع قبائل تانية في قطر للسيطرة على الحكم، منها مثلا قبيلة زوجة الأمير السابق ووالدة الأمير الحالي موزة بنت ناصر المسند أو المسند أيا كان النطق، إلى حد نفي والدها للكويت قبل المصالحة والنسب والانقلاب على الحما أبو جوزها سنة 1995.
التاريخ بيقول ان علاقة قطر بإيران مش علاقة جديدة وليدة النهاردة، دي علاقة ممتدة من سنين بعيدة، بدأت مع إعلان الدولة وترسيم الحدود البحرية بينهم واكتشاف أكبر حقل غاز في العالم بيتقسمه إنتاجه، وهو حقل غاز الشمال أو حقل غاز فارس الجنوبي، واللي بيقدر حجم احتياطيه تقريبا بخمسين تريليون متر مكعب من الغاز، ومساحته 9700 كيلومتر مربع، منها تقريبا 6000 كيلومتر في المياه الإقليمية القطر، يعني أكتر من تلتينه تقريبا أو تلتينه في أكتر من تلتينه في قطر. والتعاون ما بين إيران وقطر في إنتاج حقل الشمال تعاون استراتيجي. التاريخ بيقول رغم وجود قطر كعضو في مجلس التعاون الخليجي المؤسس سنة 81 والمتشكك في نيات واتجاه إيران المعلنة لتصدير الثورة الشيعية للخليج من سنة 79، إلا أن قطر وقعت مع إيران اتفاقية دفاع مشترك سنة 2010. التاريخ بيقول ان علاقات قطر بالسعودية فيها توترات قديمة مش من النهاردة، بدأت مع ترسيم الحدود بين السعودية والإمارات وقطر اللي جعل حدود قطر البرية مرتبطة طول الوقت بالسعودية من بدايات إعلان قطر كدولة، حتى ان الدخول من قطر للإمارات لازم يمر عن طريق السعودية. التاريخ بيقول ان سنة 92 حصل صدام مسلح ما بين البلدين على الحدود السعودية وقطر، مات فيها ضابط أمن سعودي واثنين عساكر قطريين فيما يعرف باسم معركة الخفوس اللي انتهت بسيطرة السعودية على المنطقة دي. التاريخ بيقول ان قطر اتهمت مجموعة من قبيلة بني مرة بدعم المحاولة اللي سعى ليها الأب المخلوع من ابنه خليفة بن حمد سنة 1996 للرجوع للحكم بعد انقلاب الابن، ونزعت الدوحة الجنسية عن المئات من قبيلة بني مرة واتهمت السعودية بدعمهم وطردت الناس ديت للسعودية. التاريخ بيقول ان السعودية استدعت سفيرها في قطر سنة 2002 بعد استضافة الجزيرة لمعارض سعودي غير مقيم بالمملكة هاجم الأسرة الحاكمة في السعودية. التاريخ بيقول ان موزة زوجة الحاكم السابق ووالدة الحاكم الحالي كسبت قضية رفعتها ضد جريدة اسمها الزمان في لندن سنة 2005 واتهمتها بوجود علاقات مع إسرائيل، وقدم محامي موزة في المحكمة وثيقة تثبت علاقة الصحيفة بالمخابرات السعودية اللي بتمول الجورنال ده. التاريخ بيقول إن قطر اتهمت السعودية بدعم محاولة انقلاب ضد الحاكم السابق حمد بن خليفة سنة 2005. التاريخ بيقول إن في أعقاب احتضان الدوحة للإخوان بعد عزل مرسي في مصر سنة 2013 استدعت السعودية الأمير القطري وبلغته ضرورة انتهاج سياسة غير اللي بيتبعها مع الإخوان وفقا لرؤية مجلس التعاون الخليجي، لكن الدوحة استمرت في موقفها رغم سحب السفراء من السعودية والإمارات والبحرين في 2014 ثم اعتذار الدوحة ورجوعها. التاريخ بيقول ان في مايو 2016 نشرت جريدة الجارديان البريطانية الحوار اللي حضراتكم شايفينه مع رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر السابق حمد التاني، قال فيه ان الملف السوري باظ لان السعودية رفضت التدخل فيه في البداية وبعدين رفضت الجلوس على المقعد الخلفي فباظت الطبخة في سوريا. التاريخ بيقول ان في قطر من سنة 1995 والشأن شأن امريكي، زي ما كان الرد على الشيخ زايد آل نهيان حاكم الإمارات السابق لما حاول منع الابن حمد بن خليفة من الانقلاب على الأب علشان ما تكونش سابقة تتكرر في الخليج. التاريخ بيقول إن البحرين أعلنت شكواها لمجلس التعاون الخليجي برفض ممارسات قطر بتجنيس العائلات السنية في البحرين ومنحهم مزايا للإقامة والانتقال في قطر، وده طبعا للإخلال بالطبيعة السكانية في البحرين ومنح الشيعة التفوق العددي لصالح إيران. التاريخ بيقول كتير، لما نيجي نقرأ الصورة لازم نقرأ كلام التاريخ علشان يبقى كلامنا مفهوم وكلامنا كمان بالعقل. قطر والخليج تاريخ من العلاقات المتوترة والمواقف المتضاربة. جانب مشرق من العلاقة كان في عهد الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، مشاركة فعالة في تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج، ومشاركة معتبرة للقوات القطرية في معركة الخفجي
عام 1991 في مواجهة الغزو العراقي. الشيخ خليفة بن حمد عزل عن الحكم عام 1995 بعد انقلاب أبيض قام به ابنه ولي عهد الشيخ حمد بن خليفة، لتبدأ موجة من الاضطرابات في العلاقات القطرية الخليجية. الشيخ حمد يطلق قناة إخبارية سرعان ما انقضت على السعودية وباقي دول الخليج. تزامنا بدأت تتكشف ثروة الغاز الضخمة التي تبين أنها الثانية في العالم. إيرادات الغاز والنفط الضخمة استخدمت في تمويل جماعات متطرفة ومجموعات مسلحة في المنطقة. كذلك بدأت سياسة الازدواجية بمنح الأمريكيين أكبر منشأة لمحاربة الإرهاب هي قاعدة العديد من جهة، وفي المقابل دعم مجموعات تمارس بعض ذلك الإرهاب. أكبر مثال على الازدواجية مقالات نشرتها فورن بوليسي. واشنطن أبلغت قطر في منتصف التسعينات بنشاط الباكستاني خالد شيخ محمد الذي كان تأويه قطر، فحصل الأخير على تسريبة من وزير قطري فتم تهريبه. هذا الشخص هو من سيدبر في المستقبل هجمات 11 من سبتمبر. أشكال مختلفة من التوتر رافقت حكم الشيخ حمد بن خليفة. ففي 2007 الشيخ حمد يفرض على نظرائه الخليجيين في القمة الخليجية ضيفا صعبا هو محمود أحمدي نجاد. وفي 2010 قطر تدعم موجة الاضطرابات التي عمت العالم العربي فضلا عن رعاية صعود الإخوان إلى السلطة في مصر. وفي 2011 قطر تنسحب من المبادرة الخليجية للحل في اليمن. في يونيو 2013 تنحى الشيخ حمد لابنه تميم بعد أيام فقط من عزل الجيش محمد مرسي في مصر. وأخيرا وبعد يومين من قمة الرياض تصريحات مثيرة للجدل تصدر عن الشيخ تميم تكشف هذه المرة الموقف الواضح والصريح لقطر إزاء إيران والإخوان. التاريخ بيقول طيبين ان قطر سلمت نفسها لامريكا واسرائيل والغرب لتنفيذ مخطط برنارد لويس في المنطقه مع تركيا والاخوان وحكم اللي سموا نفسهم بتوع الثوره الاسلاميه في ايران، وهي واهمه ان كده بتحمي حكمها في دوله مساحتها لا تتعدى 11,500 كيلو، يعني سيناء اكبر منها بخمس اضعاف. التاريخ بيقول ان قطر توهمت مع ملامح النفخ الامريكي في مساعدتها والتواجد بقربها سواء من خلال قاعدة العديد الامريكية واللي هي اكبر قاعدة عسكرية امريكية خارج حدود امريكا وفيها 10,000 جندي امريكي، يعني اكبر مما يسمى يعني مجازا بجيش قطر اللي تعداده 8,000 عسكري، 70% منهم مستأجرين من جنسيات عاملة في قطر، بنغاليين، هنود، سودانيين، باكستانيين، أو سواء بقدرة قطر المالية اللي مكنتها من شراء أصول استثمار في عواصم أوروبا زي لندن وألمانيا وأمريكا نفسها، أو بالحصول بالرشوة على حق تنظيم كأس العالم 2022 أو بمنح شهادات دكتوراه بالفلوس وهمية من جامعات العالم للعيلة الحاكمة. قطر افتكرت وظنت وإن بعض الظن اسم إن بكده هي كبيرة وبتشتري تاريخ وإنها تقدر تغير وتزيل دول وتبيع المنطقة في سوريا وليبيا واليمن أو تأذي بلد بحجم مصر في عمر التاريخ والحكمة الشعبية المصرية اللي هي أقدم من عمر قطر بآلاف السنين بتقول يابا تعالى شرفني، قالوا لما يموت اللي يعرفني. التاريخ بيقول في الكام شهر اللي فاتوا حصل حاجات كتير يمكن ما أخدناش بالنا منها، وبيقول لك تخيل معايا العالم ككل مش بس المنطقة العربية مربع شطرنج في لاعب محترف بيلعب لتحقيق هدف واحد من سنين طويلة، التفتيت كش ملك. لو بصيت على الصورة كده يبقى لازم تسأل بعد قطع العلاقات مع قطر من الدول الأربعة سؤال مهم، ايه اللعبة الجاية وامتى يتقال كش ملك ومين يقولها لمين؟ التاريخ بيقول عندنا خطة برنارد لويس بيرجنيسكي من سنة 77 اللي أقرتها الإدارة الأمريكية من سنة 83. الخطة مش قاصرة على تقسيم المنطقة وفقا للفكر الطائفي الديني والعرقي وبس، الخطة شاملة أوروبا نفسها ونظرة الصهيونية وأمريكا ليها كتابع للقوة الأولى في العالم أمريكا.
وعلشان كده لازم تبص لليمين المتطرف بنفس منطق التكفير المتطرف، كلها عوامل هدم مش سبب. الصهيونية عمرها ما نسيت اللي اتعمل فيها في أوروبا، ولا نسيت خطط بروتوكولات صهيون ملك العالم. ومن هنا لازم تقرأ تفاصيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، صعود اليمين المتطرف سياسيا فيها، خوف أوروبا من الخطر ده، وده يفسر محاولات ميركل توثيق العلاقة مع الهند والصين ودعمها لماكرون في انتخابات فرنسا كبديل لليمين المرفوض، بس كالمستجير بالرمضاء من النار. التاريخ بيقول إن لا فعل قطر كان خافي على الغرب ولا العرب ولا الخليج من سنين طويلة. قطر مجرد منتج منفذ بفلوسها لسياسات الغرب، زيها زي تركيا، بمعنى إن قاعدة العديد موجودة من أول التسعينيات، الجزيرة موجودة في التسعينيات لتغييب الوعي العربي، اللعب القطري مع الإخوان وحماس والنصرة والقاعدة وطالبان وخالد بن شيخ الباكستاني موجود من سنين. يكفي أن الدوحة بيها الفرع الوحيد لحركة طالبان الإرهابية الأفغانية، وبشكل معلن من يونيو 2013 ويكيليكس نشر رسالة من هيلاري كلينتون لمساعدها في حملتها في 2014 بتتكلم فيه عن ضرورة إقناع قطر والسعودية بوقف تمويل داعش في سوريا. التاريخ بيقول رغم ما أعلنه ترامب عن تشكيل وحدة باسم اعتدال لمكافحة الإرهاب، ورغم علم الأمريكان وسكوتهم على كل فعل قطر من الإخوان وحماس والقاعدة وطالبان وداعش والحشد الشيعي اللي لزم الأمر زي ما حصل في العراق، إلا أن ترامب استقبل وزير الخارجية القطري بعد إعلان الدول الأربعة مقاطعة قطر، ووقع معاه اتفاقية تسليح لقطر بصفقة طيارات F-15 بقيمة 12.5 مليار دولار في الأيام اللي فاتت دي. التاريخ بيقول إن في ديسمبر اللي فات أعلنت مصر إن الانتحاري اللي فجر نفسه في كنيسة البطرسية بالعباسية راح قطر وتركيا والسودان، فأصدرت دول الخليج بيان طلبت فيه مصر بعدم الزج باسم قطر في شأنها الإرهابي اللي بتتعرض ليه، وكان الرد المصري إن مصر عارفة بتقول إيه وإن مصر ما بتقولش حاجة مش متأكدة منها. لكن التاريخ برضو بيقول إن دول الخليج أدركت إن قطر ماشية في سكة اللي يروح ما يرجعش، وسكة تنفيذ مخطط وقف في مصر في 30 يونيو 2013، وإن قطر مش بتنفذ في سوريا واليمن والعراق وبس، دي ما عندهاش مانع تعيش الخليج الحقيقة ودوله وشعوبه صورة سوريا والعراق واليمن وليبيا والسودان. وهنا أدرك الخليج صحة الرؤية المصرية اللي قالت في الرياض الإرهابي مش بس اللي ماسك البندقية، لكن كمان اللي بيمول ويمون بالسلاح، واللي بيشتري البترول والمخدرات والأثار وبيهد مؤسسات الدولة. هنا مصر خدت حقها في إطار جمعي بعد ما انكوينا من تمويل الإرهاب اللي أخد عيالنا من 6 سنين كاملين، ولسه لحد النهاردة بياخد في عيالنا علشان يحموا بلادنا. ونقول لهم كتر خيركم يا جدعان، أصل الطيبين ملهمش في الفلوس والتلفزيونات والقنوات والتمويل، أصل الطيبين ما يعرفوش في الفيسبوك غير شهادة يكتبوها وصورة لزميل وحبيب راح، يكتبوا عنده ويقولوا جاي لك في الطريق. إن مواجهة خطر الإرهاب واستئصاله من جذوره يتطلب إلى جانب الإجراءات الأمنية والعسكرية مقاربة شاملة تتضمن الأبعاد السياسية والأيديولوجية والتنموية. وهنا يكون السؤال الحقيقي الذي يحتاج لمعالجة جادة وصريحة، هو كيف يمكن تفعيل هذه المقاربة الشاملة على أرض الواقع وفقا لأي أساس؟ ولتسمحوا لي هنا أن أطرح 4 عناصر ضرورية في ذلك السياق. أولا، إن الحديث عن التصدي للإرهاب على نحو شامل يعني مواجهة جميع التنظيمات الإرهابية دون تمييز، فلا مجال لاختزال المواجهة في تنظيم أو اثنين. فالتنظيمات الإرهابية تنشط عبر شبكة سرطانية تجمعها روابط متعددة في معظم أنحاء العالم، تشمل الأيديولوجية والتمويل والتنسيق العسكري والمعلوماتي والأمني. ومن هنا فلا مجال لاختصار المواجهة في مسرع عمليات واحد دون آخر، وإنما يقتضي النجاح في استئصال خطر الإرهاب
أن نواجه جميع التنظيمات الإرهابية بشكل شامل ومتزامن على جميع الجبهات. وفي هذا السياق تعلمون جميعا أن مصر تخوض يوميا حربا ضروسا ضد التنظيمات الإرهابية في شمال سيناء، نحقق فيه انتصارات مستمرة وتقدما مضطردا. نحرص على ضبط وتيرته ونطاقه بحيث يتم استئصال الإرهاب بأقل خسائر ممكنة مع الحفاظ على أرواح المدنيين من أبناء شعبنا العظيم. إن معركتنا هي جزء من الحرب العالمية ضد الإرهاب، ونحن ملتزمون بهزيمة التنظيمات الإرهابية وحريصون على مد يد العون والشراكة لكل حلفائنا في المعركة ضد تلك التنظيمات في كل مكان. العنصر الثاني هو أن المواجهة الشاملة مع الإرهاب تعني بالضرورة مواجهة كافة أبعاد ظاهرة الإرهاب فيما يتصل بالتمويل والتسليح والدعم السياسي والأيديولوجي. فالإرهابي ليس فقط من يحمل السلاح، وإنما أيضا من يدربه ويموله ويسلحه ويوفر له الغطاء السياسي والأيديولوجي. ودعوني أتحدث بصراحة وأسأل، أين تتوفر الملاذات الآمنة للتنظيمات الإرهابية لتدريب المقاتلين ومعالجة المصابين منهم وإجراء الإحلال والتبديل لعتادهم ومقاتليهم؟ من الذي يشتري منهم الموارد الطبيعية التي يسيطرون عليها كالبترول مثلا؟ من الذي يتواطأ معهم عبر تجارة الآثار والمخدرات؟ ومن أين يحصلون على التبرعات المالية؟ وكيف توفر لهم وجود إعلامي عبر وسائل إعلام ارتضت أن تتحول لأبواق دعاية للتنظيمات الإرهابية؟ إن كل من يقوم بذلك هو شريك أصيل في الإرهاب. فهناك بكل أسف دول تورطت في دعم وتمويل المنظمات الإرهابية وتوفير الملاذات الآمنة لهم، كما أن هناك دولا تابة أن تقدم ما لديها من معلومات وقواعد، قواعد بيانات عن المقاتلين الإرهابيين الأجانب حتى مع الانتربول. الصورة كاملة من أول يوم، مش هتروح الحقيقة قطر ناحية التهدئة، بدليل استدعاء حرس ثوري إيراني وقوات تركية ومنح قائدها لقب القائد العام للقوات القطرية. يا حرام يعني. وإعلان تركيا بناء قاعدة عسكرية في قطر ليه؟ لأن قطر مطمنة لوجود الدعم الأمريكي اللي أعلنته سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الدوحة من أول يوم الأزمة في 5/6، لما قالت إن علاقتهم بقطر شيء عظيم وأمريكا بتثمن جهود قطر في مكافحة الإرهاب. صحيح السفيرة غادرت قطر بعدها، لكن تصريحات أمريكا وأفعالها من يومها رايحة جاية. وتفرج على رأي أمريكا في قطر من 2014 في تقرير للسي إن إن، وسلم على اعتدال لمكافحة الإرهاب. The richest country on earth, sitting on the third largest reserves of natural gas, there are only 250,000 citizens of Qatar, making it home to the world's largest concentration of millionaires. General Jim Jones is a former U.S. National Security Advisor. Qatar has emerged from under the previous emir from being a relatively obscure minor player to a position of preeminence. Martin Reardon opened the first FBI office in Doha. He says it isn't just corporate America benefiting from a relationship with Qatar. One of the largest air bases that the U.S. has outside the continent of the United States is here in Doha. It's huge. It's so huge, Defense Secretary Chuck Hagel signed a 10-year agreement to keep U.S. forces here. Thank you, guys. Thank you. Qatar also was a key part of the negotiations with the Taliban to free American POW Bo Bergdahl. And earlier this week, I was able to personally thank the Emir of Qatar for his leadership in helping us get it done. The five Taliban prisoners from Guantanamo Bay were welcomed in Doha with open arms. A local Qatari told me he has no problem with them. Qatar is open to everyone. This isn't a surprise. Happy to see you, sir. Thank you. Qatar prides itself on its clout with the U.S. and extremists. This YouTube video is one of several showing fighters in Syria thanking Qatari donors for weapons. The Brothers of Madad al-Sham is the name of a fundraising campaign. It contributes to humanitarian relief in Syria. But this tweet last August from an al-Qaeda-linked militia is one of several from al-Qaeda supporters directing followers to donate to the campaign.
Juan Zarate is the former Deputy National Security Advisor for Combating Terrorism. What you have is the resurrection of charitable networks that had been suppressed post 9/11, but that are being reborn in the context of Syria. So how big of a player is Qatar? Taken its place in the lead of countries that are supporting al-Qaeda and al-Qaeda-related groups. In April, a Kuwaiti cleric known to support al-Qaeda-linked groups tweeted he was heading to Qatar to raise money for jihad. And just last week, the cleric tweeted this poster, which says, "Our jihad in Syria is financial jihad. It asks for donations in Qatari, Kuwaiti, or Saudi currencies." Saad bin Saad al-Kabi is a fundraiser for the Madad al-Sham campaign in Doha. His current profile on Facebook's WhatsApp, a social media platform, requests donations equal to $1,500 to prepare a fighter by arming, feeding, and treating him. We called al-Kabi when we were in Doha. He wouldn't meet with us, but he denied the poster solicited money for weapons. He mentioned, says that there was no mention of weapons. It's on there right now. He says he has no knowledge of it. And when we asked why he used a picture of the planes hitting the World Trade Center on 9/11 in a tweet, he replied, "The picture is everywhere on the internet." Right. He says that photo is all over the internet. Al-Kabi told us we couldn't donate to his campaign right now, but would have to give to another charity approved by the Qatari government. He also wouldn't tell us how much money he raised. But in one tweet last summer, he asks Allah to bless the people of Qatar for donating the equivalent of $1.4 million. We don't know where these funds went, but according to the Qatari newspaper Al Arab, at one point, the Madad al-Sham campaign worked with Qatar's Volunteer Work Center to raise money to help Syrian refugees. The work center was supervised by the Qatari government's Ministry of Culture. The minister declined our request for an interview. So how high up in the government in Qatar does the support for Islamic extremism, for these al-Qaeda-linked groups, go? Well, these are decisions made at the top. And so Qatar operates as a monarchy. Its officials, its activities follow the orders of the government. And to the extent that there is a policy of supporting extremists in the region, that's a policy that comes from the top. This is the Taliban office in Doha behind me. Now, it just opened last year, and no one responded to our many attempts to reach them, so it may just be a storefront. But the fact is this, Qatar is the only country in the region with a diplomatic Taliban presence. And the emir, the ruler of this country, personally negotiated the release of five Taliban prisoners in exchange for American POW Bo Bergdahl. I just want to welcome the emir of Qatar and thank him and the people of this country for the friendship they've shown towards the United States. General Jim Jones says Qatar has passed some laws against terror finance, but it's not enough. They probably are a little bit more towards, you know, supporting people that we are a little bit less than thrilled with. Qatar continues to be a haven for financing extremists. It's no secret the government allows people like Ali Al-Nuaimi to live freely in Qatar. Nuaimi was the president of the Qatar Soccer Association, which controversially won the bid for the 2022 World Cup. The United States Treasury designated him a terrorist last year, saying he raised millions to fund terror. Then there's Wagdi Ghanem, a cleric who lived in Orange County, California. The U.S. suspected him of fundraising activities that could support terrorism. Ghanem agreed to leave the U.S. and now lives in Doha, where earlier this year he appeared in a YouTube video soliciting money for Syria with Saad bin Saad al-Kabi. Why does the United States have to accept Qatar providing harbor to people the United States says are terrorists? Because going beyond that, in a strategic sense, Qatar is a key ally of the United States. An ally Martin Reardon says the U.S. can't afford to lose. So that maxim that you keep your friends close but your enemies closer, it's very relevant to Qatar. But will the trade-offs cost America? There's no question that money going to al-Qaeda affiliates and groups hurts the United States. Money coming out of Qatar not only allows these groups to grow in strength on the battlefield in Syria, but allows them the possibility, the budget, to imagine plotting and to actually attack the United States and the West. It's well known in national security circles, but not by the American people. The fact is, when I ask, follow the money is the old adage. When I ask about terrorist financing, where's the money coming from
that's funding these Sunni extremist terrorist organizations, Al-Qaeda, every time it's the Gulf, comes out of the Gulf, and the worst offender is Qatar. إهداء للي بيقولوا النهاردة إن الولايات المتحدة الأمريكية بتشجب الحادث اللي حصل لولادي في قلب جنوب رفح، وإن أمريكا بتساند مصر وبتدعمها في محاربة الإرهاب، والسفارة الأمريكية يعني كتر خيرهم عاملين هاشتاج على تويتر بيقول فيه إن أمريكا بتدعم مصر في مكافحة الإرهاب، وكذلك بريطانيا وألمانيا، ولا عزاء للمغيبين. الفيلم ده ياريت تتفرجوا عليه تاني. الحقيقة اللي بيتكلموا فيه CNN واللي بيتكلموا فيه CIA واللي بيتكلموا فيه خبراء استراتيجيين أمريكيين سلموا لي على اعتدال. الواقع بيقول طيبين ان منطقتنا منطقة مصالح، وقطر حركة في مربع شطرنج بيسعى فيه اللاعب المحرك للقطع بكل قوته علشان يقول كش ملك. لازم شوية سسبنس للسلاح اللي هيجي وندفع فيه 360 مليار دولار، منهم 110 مليار فوري، وأهم جزء فيه مجموعة صواريخ ثاد اللي بتمثل حائط حماية لإسرائيل في حال ضرب إيران. الصورة الكاملة بتقول مصر قالت من سنين في أزمة، محدش سمع الكلام. مصر نادت لوحدة عربية، محدش سمع الكلام. مصر قالت خلاص قوة عربية مشتركة، محدش سمع الكلام. مصر قالت بلاش إرهاب ودعمه، جددوا الفكر الديني، محدش سمع الكلام. مصر عارفة ان قطر رغم ضآلتها لكن فعلها خاين ارهابي عميل طول الوقت. مصر كانت خطواتها محسوبة، لكن رغم ده مصر مدركة ان مش من مصلحة المنطقة كلها العبث بمصلحة وامن اي دولة فيها حتى قطر نفسها. ويبقى للعالم عين حورس من قديم الازل مدرك للصورة، يتحرك بصبر وصمت، بيفاجئ الجميع بقدرته مهما طالت الألم على الحماية للأرض والعرض. اللعبة لسه ما انتهتش، خلي وعيك صاحي، خلي وعيك صاحي. اللعبة لسه ما انتهتش، ولسه برضو تفضل أنت الهدف. نكمل بعد الفاصل. يوم 5 يونيو اللي فات، 5 يونيو 2017، أعلنت مصر والسعودية والإمارات والبحرين قطع العلاقات مع قطر وسحب السفرة، منع الطيران القطري من عبور الأجواء في الدول الأربعة، إغلاق الحدود البحرية والبرية وما بين قطر والإمارات والسعودية، ومنع التجارة مع قطر، منع السفن القطرية من المرور في المياه الإقليمية لدول الخليج الثلاثة. ده معناه إيه؟ معناه قطع المية والنور على قطر خليجيا، وأكيد حصل اللي غير موقف الدول الثلاثة من إعلان عدم الزج باسم قطر لموافقة مصر على رؤيتها. وأكد ده تسريبات المسؤولين في قطر اللي ظهرت لزعزعة الاستقرار في الإمارات والبحرين وليبيا والسعودية وسوريا وقطر. قومت قطر رفضت رغم المفاجأة، لكن كان الواقع أشد ومرعب. استفاقت قطر اليوم على وقع كابوس لطالما كانت تخشاه أن يكون واقعاً، فإذا بها جزيرة معزولة برا وبحرا وجوا في مشهد ربما يذكرها بمساحتها وحجمها الصغيرين من دون محيطها العربي الخليجي. إغلاق الحدود والموانئ والأجواء يجعل لقطر منفذا وحيدا مع إيران شرقا، وبالتالي فإن قطاع الطيران أحد أهم حوامل الاقتصاد القطري الذي يعتمد على نظام الترانزيت والرحلات الطويلة سيضطر اليوم إلى قطع مسافات شاسعة في الأجواء الإيرانية والالتفاف إلى أقصى الشمال وأقصى الجنوب، ما سيؤدي إلى ارتفاع كبير في التكاليف وزيادة كبيرة في ساعات الطيران، وخاصة إلى الدول الإفريقية مع انضمام مصر لقرار مقاطعة الدوحة. كما أن شركات طيران عالمية نشطة في المنطقة ستجد نفسها مجبرة على التنسيق مع السلطات القطرية لإيجاد ممر آمن لها، ما من شأنه أن يؤثر على التعاون والشراكة بين القطرية للطيران والعديد من الشركات العالمية. وفيما يتعلق بالسفن التجارية وبواخر الشحن من وإلى قطر، ستواجه إرباكا كبيرا بحرمانها من المرور بالمياه الإقليمية لدول الخليج العربي نظرا للتداخل والتقارب الكبير بينها، وخاصة مع مملكة البحرين.
أما المنفذ البري الوحيد مع المملكة العربية السعودية فإن إغلاقه يحمل تداعيات خطيرة على الاقتصاد القطري مع انعدام النقل والشحن البري، خاصة وأن هذه الحدود هي الشريان الوحيد لاستجلاب المعدات الثقيلة والضخمة التي تستخدمها الدوحة لتجهيز البنية الخاصة باستضافة مونديال 2022 لكرة القدم. ويرى مراقبون أن الرهان على التخمة المالية في الصندوق السيادي لقطر والتي تقدر ب 335 مليار دولار لا يمكن لها أن تكون حلا ناجعا للدوحة إلا إذا أرادت المغامرة واتباع سياسة العناد والانغلاق على الذات وإبقاء الجماعات والتنظيمات المتطرفة تحت وصايتها إعلاميا وماليا، أو ربما تفكر الدوحة بالوصاية الإيرانية، خاصة وأن علاقاتها مع طهران واسعة المجالات وتلتقي مصالحهما معا في كثير من الملفات. بل إن إيران لا تخفي أن قطر بسياستها المتهورة حصان رهان رابح في زعزعة أمن دول الخليج العربي. في الوقت ده كان لازم تقرأ ثلاث أخبار مهمين الحقيقة بتتحرك على رقعة الشطرنج علشان تكمل اللعب. كان من بينها وأهمها بدء قوات سوريا الديمقراطية الكردية بدعم أمريكي معركة تحرير الرقة في سوريا، وتعلن تركيا عضو حلف الناتو العسكري الغربي رقم 28 إن بترأسه الولايات المتحدة إنها لو حست بخطر على حدودها مع سوريا أو تمادي من التمدد الكردي هترد هي كمان الحقيقة على الأكراد في شمال سوريا اللي تركيا واخدة منها جزء فعليا. أمريكا بتدعم القوات الكردية السلاح. لازم تربط الخبر ده بخبر تاني بيقول إعلان كردستان العراق، إجراء استفتاء في أكتوبر للاستقلال عن العراق وإعلان الدولة الكردية. الصورة بتقول لا سوريا هتقبل بأكراد ولا تركيا هتقبل بأكراد ولا إيران هتقبل أكراد، والنتيجة أزمة جديدة في المنطقة بعد قال ما يقضوا على داعش. الخبر الثالث كان حادث إطلاق النار في البرلمان الإيراني وتفجير انتحاري في مرقد الخميني في خلال ساعات، وتعلن داعش مسؤوليتها. الله، إيران طالها الإرهاب السني المتطرف في وقت السعودية اشترت فيه ضمن صفقة سلاح أمريكا منظومة صواريخ ثاد لنشرها على الأرض السعودية لحمايتها من أي هجوم إيراني، وإسرائيل بترحب بده لحمايتها حال بدء الهجوم على إيران وفي حال ردها. مش بقولك مولد وفتح عينيك علشان تحمي وعيك، كل ده وقطر مصرة تمشي في سكة المقاوحة. ومش بس كده، اعترضت على قائمة الإرهاب اللي أعلنتها الدول الأربعة، قائمة إرهاب فيها 12 كيان و59 اسم على رأسهم يوسف القرضاوي المقيم في قطر من سنة 61، الإخواني اللي حلل استباحة أرض مصر من الأمريكان علشان يرجع مرسي، الشيخ اللي ما عندوش مانع بلاده تقع وتحيا جماعة الإخوان، ومعاه طارق الزمر اللي وقف على منصة ربعة يهدد سنسحقهم في 30/6، المشارك في قتل السادات المفرج عنه هو وعبود الزمر بعد 2011، رئيس حزب العدالة والتنمية واللي تستغرب قوي إنه لسه موجود في قلب مصر ومعترف بيه كحزب سياسي في مصر من 2012، رغم إن رئيسه طارق الزمر الحقيقة إرهابي ودلوقتي محطوط على قائمة الإرهاب ومتهم بالإرهاب، وقدم استقالته من رئاسة الحزب تاني يوم إعلان القائمة العربية اللي فيها 59، وده علامة استفهام للحزب ووجوده وسؤال للأمن المصري والدستور المصري اللي سايب حزب زي ده كان رئيسه لحد شهر يونيو اللي فات على قائمة أهم إرهابيين في العالم العربي. محتاجين نناقش إحنا كمان قائمة إرهابنا مش بس 59 دول. We'll be right back.
ثم كانت قائمة مطالب الدول الأربعة وفيها 13 مطلب قدمتها الدول لقطر، 13 مطلب سربتهم قطر بعد تسليم الكويت لهم. أكلته يوم أكل الثور الأبيض. ما تأمنيش للأمريكان يا قطر. الحقيقة ما التزمتش، وقطر استمرت في تصريحات دعايتها اللي بتقول إنها مش فاهمة حاجة وما قريتش التاريخ لا البعيد ولا القريب. المتغطي بالغريب عريان، المتغطي بالأمريكان عريان. ويرجع الحقيقة للمشهد السياسي القطري، الأب حمد بن خليفة اللي تنازل عن السلطة في 2013، اللي طرد أبوه وهدده بمحاكمته بتهم فساد مالي لو فكر يرجع قطر ويرجع للحكم، ومعاه خاله ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الأسبق حمد بن جاسم. تميم يروح فين؟ يختفي، ويكون آخر ظهور ليه من أيام مع أخته المياسة، ده اسم مش وصف، وهم بيزوروا الحقيقة متحف قطر الوطني. رجوع الجناح القديم اللي نفذ تعليمات أمريكا من 20 سنة سماه البعض انقلاب هادئ في قطر، وإثبات أن الابن تميم ما كانش على قدر المسؤولية، وفسروا البعض الآخر بأنه محاولة للخروج من أزمة بدأت تهدد قطر وتتوسع في توابعها. على سبيل المثال مثلا إعلان شركات الصرافة والبنوك في بريطانيا عدم التعامل مع ريال القطري، مطالبة دول الخليج لقطر برد 16 مليار دولار مودعة في بنوكها، إعلان دول الخليج تجميد ودائع قطر لديها، إعلان مصر منع مرور الناقلات القطرية من قناة السويس، تضاعف سعر المواد الغذائية اللي بيتم استيرادها من تركيا وإيران بدل دول الخليج، قلق وتوتر وإعلانات معارضة بتفضح السياسة القطرية في السنين اللي فاتت، وتعدتها إلى مرحلة طالبة بعزل الأمير الابن وحماية قطر من الإخوان والجماعات المتشددة، تراجع التصنيف الائتماني لقطر، القلق من مستقبل اقتصاد في قطر، وترجع قطر لعادتها القديمة، يعني بدل ما تشوف محيطها العربي والإقليمي واحتياجات شعوب المنطقة تمارس مع السعودية والإمارات نفس اللي مولته ومارسته مع مصر وقت عزل الإخوان من الحكم عن طريق مثلا ما أسموه بمراكز الحقوقية اللي بيصرفوا عليها ملايين في بريطانيا، ومنها المنظمة العربية لحقوق الإنسان اللي نظمت ندوة جوه البرلمان البريطاني تتكلم فيها عن انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات، والمنظمة دي بيديرها إخوان بتمويل قطري، وياما هجمت مصر وكله بوقته وتمنه. وزي ما نفس المنظمة قالت إن مطلب إغلاق الجزيرة عبسي، وزي الخبر ده اللي بيقولك إن تقرير بحثي خلص لدعم السعودية للإرهاب، كل ده وقطر مش واخده بالها ان ازمتها بتتفاقم. ورغم ان اعلان الرد القطري على المطالب ال13 من الدول الاربعه كان المفروض ينتهي يوم 3 يوليو، الا ان قطر طلبت مهله 48 ساعه وسلمت الرد لامير الكويت. لكن سبق ده تصريحات وزير الخارجيه القطري الحالي محمد بن عبد الرحمن الثاني، قال فيها ان قطر اخر دوله في قائمه تمويل الارهاب، وضحك الناس وافتكروا أو افتكر وزير الخارجية القطري بيقدم اعترافه أنه مش فاهم أن قطر بتمول الإرهاب، لكن الواضح تماما أن وزير الخارجية القطري ما كانش بيقول كلام مش مدرك معناه. وزير الخارجية القطري كان بيمارس الابتزاز على دول تانية شريكة القطر في تمويل الإرهاب جوه المنطقة وبره المنطقة. وزير الخارجية كان بيهدد بالورق والاتفاقات السابقة
نفس منطق الفسد واللصوص لما تضيق حواليهم حلقة العدالة فيقول لك أنا مش هروح لوحدي، يا نروح سوا يا نعترف كلنا بالقايمة الطويلة. للأسف الحقيقة القايمة طويلة برا المنطقة وجوه المنطقة، ولهذا قلت يا سادة امشي عدل يحتار الندل فيك. وصحيح مصر بتمارس السياسة بشرف في زمن عز فيه الشرف. هل تعتقد أن الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية مشاركتان في هذه الأزمة؟ أم هل بإمكانهم التوسط بينكم أيضاً؟ علاقة قطر بأمريكا لطالما كانت قوية جداً، وهم يلعبون دوراً مهماً وسط كل هذا، وأمريكا هي مشارك في هذه الأزمة، وبعض الإجراءات التي أخذتها ضغطت على الدول المحاصرة يعطونا قائمة المطالب. إذا نعم، هناك دور توسط لأمريكا وسط الأزمة. ما هو رأيك بالرئيس ترامب الذي غرد خلال رحلتي إلى الشرق الأوسط؟ قلت إن تمويل الأيديولوجية المتطرفة يجب أن يتوقف، فأشار القادة لقطر. هل شجعت زيارة ترامب تحرك السعودية هذا؟ ما قاله الرئيس ترامب هو ما أخبره به القادة، القادة الذين فرضوا الحصار على قطر، ولم يتحدث عن ما تراه إدارات الولايات المتحدة، فالجميع يتابع تصريحات وزارة الدفاع ووزارة الخارجية وتقديرهم لعلاقتهم مع قطر ومشاركة قطر في مكافحة الإرهاب. إذا ما تشير إليه وكالات الحكومة الأمريكية التي تملك علاقة طويلة الأمد مع قطر، هم يعلمون جيدا ما هي أنشطة قطر ويعلمون كم هي متعاونة مع أمريكا. إذن لابد من أنك شعرت بطعنة في القلب عندما بدأ الأمر وكأن تيلرسون يريد التوسط في البداية، وبعد ذلك بقليل أخذ الرئيس موقفا ضدكم. عندما يشير الرئيس إلى ما قاله القادة الأجانب وتقول وكالات الإدارة الأمريكية أمرا مخالفا، نحن نتبع ما تقوله الإدارة لنعرف موقف الولايات المتحدة. تحدث الرئيس ترامب مع معالي الأمير وكان مصرا في اتصالاته على حل هذه الأزمة، ونعتقد أن هذا هو موقف الولايات المتحدة. وفي النهاية ماذا تعتقد أنه السبب الحقيقي لكل هذا؟ نعتقد أن استقلالية قطر وسياستها هي سبب هذا، فلطالما كانت سياسات قطر مختلفة ومستقلة، لكنها لم تؤثر قط على أمن دول الخليج، ولم تنوي ذلك، ولن نخاطر بأمان أي من دول الخليج لأنها ستؤثر حتما على قطر. في الفترة الأخيرة تتقدم قطر في جبهات مختلفة عن باقي الدول، ولربما هذا أحد الدوافع. وأعتقد أن الدول الصغيرة التي تفعل الكثير تبدو مزعجة بالنسبة للدول الكبيرة، لكننا لا نفعل أكثر مما نستطيع، فقطر لاعب نشط عالميا وتستخدم الآليات الدولية بوضوح وشفافية كاملة أمام الجميع، ونحن نحاول أن نجمع الناس مع بعضهم ونصنع السلام في العالم عوض عن بدء حروب. نحاول حل المشاكل من خلال الدبلوماسية ومنح المنصات للجميع، وهذا دور مميز لا تستطيع لعبه الدول الكبيرة، ولكن الدول الصغيرة تستطيع فعله. وهم القوة مرة تانية. الحقيقة ده حوار يخص وزير خارجية قطر أجراه مع السي إن إن وكريستيان أمانابور مذيعة السي إن إن يوم الخميس امبارح. خليني أقف عند في نهاية سريعة عند المؤتمر الصحفي اللي عقد بعد يعني اجتماع وزراء الخارجية يوم الأربعاء اللي فات في القلب القاهرة. البعض شايف أن هذا المؤتمر لم يخرج بالقرارات اللي كان لازم يخرج بيها، بس أنا عايز أقول لحضراتكم حاجة. ارجعوا لتصريح رئيس الجمهورية المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي في رمضان اللي فات لما قال لن تتطور الأمور مع قطر إلى حرب، لكن قال حاجة مهمة قوي لازم نقف قصادها. قال إن مصر مصرة على حماية أمنها وأمن المنطقة، بمعنى إن مش مفروض إن أنتوا يعني مع احترامي لحضراتكم، أصل إحنا مش في خناقة متخانقين مع قطر فحنديها بالبوكس أو هنحرك، لا، رغم اللي حصل النهاردة وما زال بيحصل من تمويل، الموضوع أكبر من كده بكتير، وأخذ الحق فعلا زي اللي قالوها صنع. اللي حصل يوم الأربع عبارات خرجت بتقول جملة واحدة: استمرار الموقف الرباعي من قطر لأنها تهدد الأمن العربي كله مش الدول الأربعة بس.
وبالتالي ما يتم اتخاذه من إجراءات هي إجراءات موجعة، ولو ما كانتش موجعة ما كانش وزير خارجية قطر بيلف البلدان كلها بما فيها أمريكا اللي دعماهم علشان يقول لهم والنبي الحقونا. آخر كلام، لو لاحظتم حضراتكم في الحوار ده إن السيد وزير الخارجية القطري أمانة بور بتقول له أنت حسيت بالطعنة في قلب قطر لما التصريحات اختلفت ما بين الرئيس والإدارة، قال لها لما تختلف التصريحات أروح للإدارة. أيوة، خليكوا فاكرين الرؤساء الأمريكان ماريونيت في إيد الإدارة اللي بتحرك وحط الأهداف من سنين. اوعوا تنسوا إن مصر بتخوض حرب، والحرب مستمرة لحد النهاردة وحتستمر كتير. لسه اللي عايز يلعب وحاطط الشطرنج قصاده نفسه ومنعينه يقول كش ملك، وكش ملك هنا مش في حتة تانية، وعمره ما حينولها، علشان مصر مش جيش بيدافع عنها، مصر شعب مجيش بيدافع عنها. تحياتي وإلى اللقاء.